إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى. كنا مباشرة في متابعة لوقائع المؤتمر الصحفي الختامي المعلن على ختام ندوة تيكاد 8 التي احتضنتها تونس على مدى يومين، وما زالت إلى حد هذا اليوم بطبيعة الحال في ظل حضور ضيوف تونس من رؤساء الوفود ومن الإعلاميين ومن كل الجهات، من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الدولية، ندوة دولية بحضور عشرات الصحفيين الذين واكبوا أشغالها وطرحت خلالها أسئلة. ندوة أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وحضرها عن بعد كيشيدا فوميو رئيس الوزراء الياباني، وكذلك الرئيس السنغالي ماكي سال ووزير الخارجية الياباني. رئيس الدولة أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي أن الأوضاع صعبة في القارة الإفريقية في ظل وجود الفقر وكذلك مسألة البطالة ومسألة التفاوت بين الدول الإفريقية، ودعا في هذا الصدد إلى تجاوز الأوضاع الصعبة للقارة عبر مقاربة متجددة، وركز في كلمته أيضا على مسألة التربية والتعليم باعتبارهما مدخلا للرقي بالإنسان والنهوض بالموارد البشرية. السيد كيشيدا فوميو أكد أيضا، رئيس الوزراء الياباني أكد عن سعادته بنجاح مؤتمر تيكاد 8 على أرض تونس في ظل هذا الحضور الكبير لرؤساء الوفود من مختلف دول القارة، إضافة إلى حضور الجانب الياباني. وأكد أن هذا المؤتمر سيمثل أكيد جسرا مميزا للشراكة بين القارة الإفريقية واليابان عبر تونس بطبيعة الحال. السيد ماكي سال وهو رئيس الاتحاد الإفريقي وكذلك الرئيس السنغالي توجه بالشكر إلى السلطات التونسية على حسن التنظيم، تنظيم هذه الندوة الدولية تيكاد 8، ودعا إلى الوقوف صفا واحدا لتنفيذ إعلان ندوة تونس 2022 تيكاد 8 بتونس، وقال إنه لابد من مرافقة إفريقيا لتجاوز أثار أزمة كوفيد، مركزا بالأساس على أثار هذه الأزمة والسبل الكفيلة بتجاوزها، خاصة وأن هناك محدودية في الموارد وفي القدرات إلى عديد دول القارة طبعا. ثم دعا إلى مكافحة الإرهاب وهي ظاهرة خطيرة بصدد تهديد استقرار عديد دول القارة. وزير الخارجية الياباني في رده على أسئلة أحد الزملاء الصحفيين قال إن مؤتمر تيكاد تم خلاله الاتفاق على تخصيص 30 مليار دولار من أجل دعم إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة. مرحبا بكم إذن مشاهدينا الكرام، نحن في تغطية لهذه الفعاليات من خلال هذا الأستوديو بمدينة الثقافة، الأستوديو المركزي للتلفزة الوطنية، وأرحب بالسيد جمال القصيبي رئيس جامعة البناء والأشغال العامة بالاتحاد العام التونسي للشغل، أهلا وسهلا، وكذلك أجدد التونسي للصناعة والتجارة، نعم الاتيكا عفوا، وايضا سي مهدي البحوري عضو التنفيذي لمنظمه كونكت، اهلا وسهلا مرحبا سي مهدي، وكذلك نرحب بالسيد سامي تميمي المفوض العام للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمه ايفرست العالميه، اهلا وسهلا بك. قراءه اولى سي جمال في وقائع هذه الندوه الصحفيه. والله شوف انا القراءه مش كون على موضوع يعني اتكاد، والمناسبة هذه سامحوني صوتي مكسر شوية. اي تعب هذا تعب سي جمال تاع ايامات خدمة ايامات خدمة صحيح. التيكاد كانت ناجحة في أي طريقة، نقول أنه عدة مسؤولين من اليابان وحتى من أفريقيا على أعلى مستوى جاوا لتونس، وهذه ديجا حاجة هائلة لأنه مش يشوفوا الواقع. احنا تونس كانت معناها عليها حديث برشا وعلى تحولها الديمقراطي وعلى معناها بعض الامور السياسيه اللي صايره فيها، لكن شافوا اللي ثم تونس اللي قاعده تخدم وتونس اللي فيها امكانيات رهيبه. والحاجه الثانيه انه
بدات تترسخ قناعه عندنا في تونس اللي ما ثماش حاجه اسمها مساعده وهبه واعانه ولا قرض، ثم حاجه اسمها شراكه وثم حاجه اسمها استثمار. وهذا توا باش نرجعوا نخدموا على رواحنا، يعني كل الحديث اللي صار في الايامات هذه هي حديث على شراكه في الواقع، هو حديث على استثمار. يعني هذا تيكاد مش تغير لنا احوالنا بجره قلم، مش هذا التيكاد لا تمطر ذهبا كما قلت لك البارح. ما بعد التيكاد في نهايه الامر؟ هو الخدمه، هو تو مواصله العلاقات. انا حقيقه في القطاع متاعي، قطاع معناها البناء والاشغال العامه، قالت لنا تواصل مع شركات يابانيه من اعلى مستوى، يعني شركه منهم حجم الشيفر دافير نتاعها قد ميزانيه تونس، واللي هو المعاملات. انا رقم المعاملات نتاعها قد ميزانيه تونس تقريبا، واللي يقول لك انا حاجتي باش نخدم مع التوانسه على زوز اسواق اللي في افريقيا، اللي هي السوق الفرنكوفونيه واللي هي السوق الليبيه، ولو انا ليبيا ما نعتبرهاش سوق، نعتبرها امتداد لتونس. يقول لك احنا ما نجمناش ندخلوا غاديكا، ما كانش عندنا ثقافه بان نخدموا في معناها الجهات هذه الاثنين، واحنا نعاولوا عليكم. علاش يجيك؟ لانك انت عندك بوتنسيال، عندك امكانيات. صحيح تو الامكانيات هذه فيها شويه صعوبات، عندنا نمر مرحله بتاع صعوبات كبيره يعني في شركاتنا، وفي خصوصا في تنفيذ مشاريعنا. راهو ما نستناوش الناس تجي تستثمر في بلادك وهي تعرف اللي عندك ما عندكش قدره على هضم المشاريع، على استعمال التمويلات، على انجاح الشركات. وهذا مهم جدا، يعني خلانا ما نقولش راجعوا انفسنا، احنا بدينا نراجعوا في انفسنا، لكن خلاونا نفكروا بطريقه اخرى. مهم انه يجيك معناها ناس شركاء من المستوى هذا ويخليك تراجع نفسك ويقول لك انت تجم تمشي معايا لافريقيا، انت تجم تاخذ بيدي ونمشي مع بعضنا ليبيا. وهذا مهم جدا، مهم للمورال نتاعنا، معناها للمعنويات نتاعنا، لان القطاع الخاص في تونس معنوياته اهتزت كثيرا، خصوصا بعد الحملات نتاع شيطنه وكل ما يصور طرف فلوس يولي بيه وعليه وكذا. بدات العوده، عوده الوعي بدات الحمد لله، ويعطيك ثقه لانك عندك قدرات. احنا ما عندناش قدرات كان في الشركات نتاعنا، عندنا كفاءات كبيره في افريقيا وفي اوروبا، وعندها تاثير كبير في السوق هذيك، تشتغل مع شركات عالميه، تشتغل مع شركات اوروبيه في افريقيا، ولات عندها سوفت باور. هذا ما لازمناش ننساوه، يعني البوتنسيال يعرفه موجود عندك، انت تو لازم تعرف تستغله، وانت تثني الركبه وتخدم، وان شاء الله هذا اللي نمشيو فيه. اي نعم، هذا هو مهم جدا، هذه الاشارات الايجابيه على الاستثمار في القطاع الخاص، وايضا القطاع العمومي مدعو الى المساهمه والانخراط في هذا المجهود بطبيعه الحال. استمعنا الى الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره، وايضا يهمنا ايضا انه نستمع الى منظمه كونكت كونفدراليت المؤسسات المواطنه التونسيه. مرحبا بك مجددا سي مهدي، ايضا شنو مقاربتكم انتم توا بعد هذا البيان الختامي على مستوى دعم الاستثمارات؟ صحيح انه 30 مليار دولار لافريقيا بكل اجزائها يعني بكل دولها، لكن ايضا القطاع الخاص شنو ترى انه دوره الان، وانت ايضا تنتمي الى منظمه اعراف في نهايه الامر تجمع العديد من رجال الاعمال، شنو المطلوب الان من رجال الاعمال لتنفيذ مختلف المشاريع وخاصه الاتفاقيه الثنائيه؟ شكرا سي نجح. كيف تفضلت وقلت اتكاد مثلت فرصه كبيره لإعادة إرجاع الديناميكية أكثر للقطاع الخاص، وخاصة الانصهار في نظام اقتصادي يتقدم ويتطور بذاته، واللي قامت الكونكت بالدراسة متاعه عن طريق بعض المشاريع اللي وقعت تحضيرها، وعن طريق تشاورات مع منظمات أخرى كيف مثلا غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، وقع التركيز أكثر على قطاعات واعدة ومستقبلية، واللي هي في نفس الوقت عن المؤهلات فيها، مؤهلات علمية، شباب، طاقات اكسترا، وفي نفس الوقت هذيك القطاعات اللي
يغزروا لها الجانب الياباني وعنده فيها كسوا أسواق وإلا عنده فيها انتظارات. هوني نحكيه على قطاعات كيف ما ميدان تكنولوجيا المعلومات وصناعة الذكاء والذكاء الاصطناعي زادة، نلقاو قطاعات كيف ما ميدان التكنولوجيا الحيوية البيوتكنولوجي، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، وبخلاف القطاعات الكلاسيكية كيف ما صناعة قطاع سيارات وكل شيء. دونك هوني فرصة للقطاع الخاص، وانا نقول لكم من تو القطاع الخاص متحضر وعنده مشاريع قابلة للتنفيذ ومطروحة على الطاولة وفي طور النقاش، باش من هنا لاتيكاد 9 ان شاء الله نشوفوا لتونس عملت مشاريع ممتازة ومثال في الانتقال نحو الاقتصاد الجديد والمتجدد. نعم هذا هو مهم جدا، و الاشتغال على قطاعات حيوية مثل هذه في الحقيقة من قبل رجال الأعمال في تونس، أتحدث بالخصوص كيف يمكن أن يساهم في خلق الثروة وأيضا استقطاب مزيد من مواطن الشغل. سمادي، شوف، خلق الثروة يجي من أنك تحل مشاكل. الشركات الناشئة شنو هي المبدأ متاعها، ولا حتى الشركات الكلاسيكية العادية، فما مشكل في المجتمع تحلو انت المشكل هذاك بالطرق اللي موجودة المتجددة وكل شيء، تنجم تربح اموال وكل شيء. فما اسواق ساتوري كما نقولوا وصلت لمرحلة ما عادش تنجم تعمل لك نمو اقتصادي، وفما قطاعات اللي حتى نوعية اليد العاملة اللي تخلقها ماهيش يد عاملة اللي تتماشى مع المتخرجين الجدد وش عندنا كطاقات. هذاك علاش هو منين يجي الشوماج، منين يجي البطالة، على خاطر عندك نوعية معينة متاع عباد طالبين شغل، وفي الاقتصاد ماهوش ما يوفرش نفس النوعية، طالب نوعية أخرى اللي ممكن بدأت تقل وتندر. اليوم دور القطاع الخاص أنه هو يتطور ويطور المشاريع متاعه باش انه ينجم يثمن القدرات البشريه اللي موجوده. هوني يظهر لي بشويه الانتقال قاعد يصير كيف ما نشوفه في الانتقال السياسي، الانتقال الاجتماعي، الانتقال الاقتصادي. هذه سيروره البشريه والديموغرافيه وكل شيء. دونك واحده واحده قاعدين نقدموا لهذاك. الدوله ما عليها الا انها تدخل في هالسياق هذية وتسهل مناخ الاعمال باش يولي كل شاب تونسي عنده طموح باش يعمل مشروع يحل المشروع نتاعو يلقى التمويل نتاعو وما يلقاش عراقيل ولا صعوبات. يظهر لي النية في الدولة التونسية، فما نية للمرور إلى الدولة الجديدة المسهلة، وإحنا كقطاع خاص وككونكت ما نجمو كان نساهموا بالأفكار، نساهموا بالمجهود، ومنفتحين مع أخواننا الكل باش نقدموا بتونس المرحلة جديدة تشع فيها تونس على العالم، ومرحلة اللي قبل ما نغزروا حتى العالم المواطن التونسي يرجع له الفخر ببلاده، ونرجعوا نشوفوا التوانسة يحبوا يرجعوا لتونس مش يحبوا يخرجوا، ونرجعوا نشوفوا ناس من برا يحبوا يجيوا ويعيشوا في تونس قادرين على ذلك. شكرا سمادي البحوري، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت، على ما تفضلت به، وتحية للمنظمة ولجهودها ولكل المنظمات الوطنية في الحقيقة اللي تبذل في مجهود كبير من أجل خلق مواطن الشغل ومن أجل دفع التنمية في تونس. أنت ذكرت مسألة مهمة وهي مسألة يعني العالم وكيف يسير في مجال التقدم التكنولوجي والبحث العلمي، وقديش هذا المؤتمر أعطانا فكرة حتى من خلال لقاء رجال الأعمال نحن كأعلاميين، وقديش أعطانا إشارات بأنه العالم يتطور بسرعة، يتطور بنسق سريع جدا خاصة على المستوى التكنولوجي، على مستوى البحوث والدراسات. من بين البحوث الدولية الكبرى هي البحوث الطبية. اليوم في الجلسة الخاصة بمؤتمر تيكاد في اليوم الثاني تمحورت الأشغال حول جائزة هيدايو نوغوتشي في دورتها الرابعة للباحثين في مجال الصحة والخدمات الطبية لمكافحة الأمراض المعدية.
هذا هو اسم الجائزة. وهيدايو نوغوتشي هو باحث ياباني شهير جدا، عرف بأبحاثه الدقيقة في مجال البيوتكنولوجيا والتكنولوجيا الطبية. نتابع هذه الأشغال ثم نعود. لا تستثني أحدا، وإن مواجهتها تستوجب تضامنا دوليا ومراجعة الأولويات حتى يكون الاستثمار في قطاع الصحة وتمويل الرعاية الصحية في مقدمة الاهتمامات الدولية. بدوره هنأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو عبر كلمة ألقاها عن بعد المتوجين بجائزة هيدايو نوغوتشي لإفريقيا، مشددا على أهمية البحث الطبي والعلمي في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. من مكاني هنا أود أن أثمن المجهودات المبذولة في هذا الصدد، وأشكر الأشخاص الذين كرسوا حياتهم للبحث الطبي والعلمي لتحقيق مستقبل أفضل.
للزميل نزار الزغدودي حول هذه الجائزة الطبية، وقبله تابعنا تقريرا للزميلة إيمان بوغوتايا وتضمن ملخصا لأشغال المنتدى الاقتصادي. نرحب بالسيد محمد الورتتاني المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار، أهلا بك سي محمد. شكرا سي ناجح وشكرا للاستضافة والتحية إلى مشاهدي الوطنية واحد. نورتنا يا سيدي، مرحبا بك. شنو مشاركتها الهيئة في هذه التظاهرة الدولية الكبرى؟ بماذا تساهم في الأنشطة والفعاليات؟ شكرا. الهيئة التونسية للاستثمار كسائر الهياكل المكلفة بالإحاطة والمساندة شاركت في الندوة، ندوة تيكاد نعتبروها محطة كبيرة ومحطة تاريخية اليوم، ومحطة في اتجاه أنه نعزو مكان تونس، ولكن أيضا في محورها الإقليمي اللي هو إفريقيا. اليوم المساهمة نتاع الهيئة التونسية للاستثمار كهيكل مساندة اللي هي تعنى بمرافقة ودعم ومساندة الباحثين المشاريع سواء التونسيين أو الأجانب عبر عن طريق يعني مساهمتها تسهيل مأموريتهم في الانتصاب في بعض المشاريع في الجانب التحفيزي. تعرف انت اليوم قانون الاستثمار التونسي 2016، قانون 71 سنة 2016 ونصوص تطبيقية يعطي مجموعة من الحوافز والامتيازات للمشاريع المنتصبة في تونس سواء كانت أجنبية أو مشاريع وطنية. الحوافز هذه في ثلاثة أصناف، هي حوافز مالية أو حوافز جبائية أو حوافز اجتماعية. الهيئة التونسية للاستثمار كسائر المتدخلين على غرار وكالة نظم الصناعة والتجديد وكالة الاستثمارات الفلاحية موجودة هنا في الفوروم، باش عملنا مباشرة لقاءات مع بعض المستثمرين الأفارقة ولقاءات مع بعض المستثمرين اليابانيين اللي عندهم رغبة في انتصاب تونس، باش مكناهم المعلومه وربطنا معهم سبل التواصل باش يكون غدوه ربما فما امكانيه نتاع استقطاب استثمارات جديده لتونس ان شاء الله. نعم، ما هي اهم الاستثمارات المصرح بها؟ باش نحكيوا على الاستثمارات عموما اليوم، باش نعطي مقارنه بين السداسي الاول 2022 والسداسي الاول 2021. اليوم نلاحظوا على مستوى، باش نعطي زوز اصناف من الارقام. الصنف الاول يخص كل الاستثمارات عموما، فما يعني في قطاع الخدمات، في قطاع الفلاحه، في قطاع السياحه، في قطاع الصناعه والطاقات المتجدده، فما منحى تصاعدي 2022 مقارنه ب 2021 تقريبا على مستوى حجم الاستثمار زياده وتطور ب 17% بحجم استثمارات جمليه في القطاعات اللي كنت ذكرتها تناهز 3200 مليون دينار. على مستوى الهيئه التونسيه للاستثمار بعض الأرقام، خاطر الهيئة تنظر في المشاريع اللي حجم استثمارها يتجاوز 15 مليون دينار. عندنا تطور السداسي الأول 22 مقارنة بالسداسي الأول 2021 بنسبة 118% على مستوى الحجم، الفوليوم دانفستيسمون، حجم الاستثمارات المصرح بها. عندنا زيادة أيضا على عدد المواطن المصرح بها بنسبة 18%، عدد المؤسسات تقريبا اللي صرحوا بالاستثمار في حدود 15 مؤسسة كبرى، يعني حجم استثمارها يفوت 15 مليون دينار، منها 60% مشاريع ذات أهمية وطنية، ومشاريع ذات الأهمية الوطنية اللي هي حجم استثمارها يفوت 50 مليون دينار أو 500 موطن شغل مباشر. تقريبا نسبة المساهمة الأجنبية في المشاريع المذكورة تمثل 70%، و50% من المشاريع المصرح بها السداسي الأول هي مشاريع مصدرة كليا. نعم، من بين المساهمات الأجنبية هل هناك مساهمات يابانية في هذا المجال؟ طبعا احنا اليوم في تونس فما عدد مؤسسات محترم في تونس بحجم استثمارات محترم. اساسا فما تصريحات على مستوى قطاع مكونات السيارات. تعرف اللي انت في تونس موجودين اهم المؤسسات، ما نحبش نذكر هنا باش ربما ما نعطيش الوقت، ولكن ثلاثه اهم مؤسسات يابانيه هي معروفه سي محمد، يازاكي مثلا، لا نذكرها تشجيعا لهذه المؤسسات اليابانيه لانه علاش مشكورين، اصرت على البقاء في تونس، اصرت على البقاء في ظروف دقيقه وصعبه. صحيح، ظروف دقيقه وصعبه، ولكن يلزم اليوم ديما نقولوا حاجه ايجابيه، اللي اليوم راي تونس كوجهه تحافظ على ميزاتها التفاضليه لمجموعه من العناصر ومجموعه من الاسباب واسباب موضوعيه. خاطر اليوم المستثمر الاجنبي عنده مقاييس، سلم مقاييس يحتسب به شنو الفرص الموجوده في تونس او غيرها. هما بقائهم في تونس هو اولا ثقه في الوجهه التونسيه، وبقائهم في تونس ان اليوم تونس باقي تحافظ على ميزاتها التفاضليه وامكانيات كبيره على مستوى التشغيل، على مستوى القيمه المضافه، على مستوى مرونه العمل، على مستوى اطار القانوني واطار الترتيب واطار التحفيز. شنو الشركات الاخرى سي محمد؟ بون ما نستحضرش كل الشركات، ولكن الاختصاصات على الاقل. الاختصاصات انا باش نعطيك ريبارتيسيون يعني التوزيع، فما مساهمات شركات، مساهمات المانيه، فما مساهمات فرنسيه، مساهمات ايطاليه، وفما مساهمات يابانيه، وهذا مهم جدا. نعم نعم. سي جمال، هذه الشركات التي تنشط في تونس اليابانيه خاصه والاجنبيه بشكل عام، ونحن في قمه ثلاثيه افريقيه يابانيه تونسيه، كيفاش ترى انها ستواصل وامكانيات مزيد نجاحها في تونس حسب رايكم وحسب خبرتكم؟ شوف، في تونس عندنا ميزه تفاضليه للشركات اللي تستعمل اليد العامله، حتى نكونوا واضحين يعني.
كما مكونات السيارات الجزء الرئيسي منها هي يد عاملة. وهذه ثم حاجتين اللي يهمهم المناخ الاجتماعي، والمناخ الاجتماعي في تونس رغم ما نعتقد مناخ سليم على خاطر فيه حوار، على خاطر فيه منظمات وطنية مسؤولة رغم المشاكل اللي فيها، ورغم الهنات، ورغم الناس تقلق ساعات من الاضرابات ولا تقلق من منظمة اعراف مثلا تقول لك لا يحب يستقطب السوق له. ثم اتجاه انه عندنا استقرار اجتماعي فعلي، مش استقرار اجتماعي جاي بالقوة وبالامن والوحدة. هذا مهم جدا للشركات. يعني ثم بلدان صحيح هي تو مستقرة لكن تحولها الديمقراطي قدامها. احنا عملنا اشواط في التحول الديمقراطي. كو زاد بدات تجي الشركات اللي عندها قيمه مضافه، كيما في الدواء، كيما في البيوتكنولوجي. احنا كنا نسمع تو في التقرير على دويات جديده، تعرفوا اللي تو في تونس عندنا في طور الاختبار انا انفاكسان للكونسير دي سان. سرطان الثدي تونسيه، استاذه تونسيه قاعده قدمت خطوات كبيره. أنا عضو في مجلس الإدارة بتاع يعني تثمين البحث العلمي، وتشوف في حاجات عجيبة الفحص العينين عن بعد. يعني عندنا قدرات اللي هذيك تو زي ما تدخل معنا حاجتنا باش نخدموا اليد العاملة. هذيك مرحلة لا بد من المرور منها، ولا بد أن اليد العاملة هذيك تشتغل حتى تقري ولادها وحتى تطلع هي في السلم الاجتماعي. وحاجتنا كذلك بتثمين خدمة كفاءاتنا حتى يقعدوا في تونس، لأنه الهجرة باهية لكن كتفوت حدا تولي نزيف، وإحنا في تونس دخلنا لمرحلة النزيف وزمنا نعرفوا كيفاش نوقفوها. تم طرح هذه المسألة، هجرة الأدمغة من إفريقيا بشكل عام، وأصبحت هذه الظاهرة في الحقيقة مزعجة ومقلقة، خاصة وأن الكفاءات تفضل سي محمد. هي راي شوف، لما كفاءاتك تهاجر اول حاجه انظر لنفسك، قول شنو هي مسؤوليتي، علاش ما خدمتش ولادي. انا نعطيك مثال في القطاع نتاعنا، قطاع البناء والاشغال العامه واللي احنا نحبوا نستقطبوا فيه استثمارات اخرى. يا اخي خدم اللي عندك الساعه. احنا عندنا ما قيمه 5 مليار يورو مشاريع معطله، لو كان خدمنا 5 مليار يورو 17 مليار دينار، راهو رقم مخيف، مش مهم، مخيف معطل. نعم. وتو ما لقينا له الحلول. نعم. وما زلنا ندرسه ويمكنه وما يش ممكنه. هذاك لو كان خدم الكفاءات اللي تو الشركات الكل تعاني من ان يجيو كذا شاسور دو تيت ويهزوهم ويمشيو لاوروبا ويمشيو لافريقيا ويمشيو للشرق الاوسط. احنا نخدموا قبل. فعلا سي محمد يعطيك الصحة. سنعود إلى هذه المسألة بالذات. نرجع أنا لسي محمد الورتتاني المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار. وقعتم هذا الصباح مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لو كان تعطينا فحوى هذه الاتفاقية سي محمد. شكرا. اليوم صباحا تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين السيد وزير الاقتصاد والتخطيط والمدير العام لشركة تويوتا تسوشو. مذكرة هي الحقيقة تعبير عن تواصل التعاون المشترك ورغبة الجانب الياباني في تواصل وتعزيز استثماراته في تونس. الحقيقة فيها مجموعة من المحاور، محاور اللي هي تصب يعني تنسجم تماما مع رؤية تونس 2035 اللي تعد فيها وزارة الاقتصاد، وأيضا المخرجات إن شاء الله باش تكون في نتاع الإعداد نتاع المخطط التنموي 2023-2025، تخص أساس المشاريع في القطاع نتاع الطاقات المتجددة، مشاريع في تحلية المياه، مشاريع في القطاع الصحي و تعرف أهمية القطاع الصحي ومنظومة الصناعات الصيدلية، وأيضا مشاريع أخرى في تحويل المواد الخام. أيضا، وربما باش يتحل دونك الآفاق نتاع المذكرة هذه بمزيد التعاون، خاطر هي باش تحل الباب أمام دراسات مشتركة وأمام تعاون مشترك. أنا نقول هذه نقطة إيجابية جدا، خاطر المجمع مهم في اليابان، وهذا ما ينجم يأكد كان يعني موقعنا، ولكن علينا بمضاعفة جهود والعمل جميعا إن شاء الله باش نوصلوا للنتيجة الإيجابية، أنه اليوم نستقبلوا مزيد من الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني وخدمة النسيج المؤسساتي وخدمة لتحديات تونس في الوقت الحالي. نعم، هذا بالنسبة إلى الإطار العام ربما لهذه الاتفاقية وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي. بالنسبة إلى مواطن الشغل والمواطن، كيف ستكون ثمار هذه الاتفاقية يعني في المدى القريب والمتوسط وحتى البعيد؟ هي كما قلت سيادتك، هي مذكرة تفاهم ستطلق الحوار بين الجانبين التونسي والياباني في المجالات اللي كنا ذكرناها. دونك احنا
بالتشاور مع بعضنا مع الجانب الياباني ومع المؤسسة اليابانية وبين الجانب التونسي ممثل في الهياكل المعنية والوزارات المعنية باش تم بلورت يعني التصورات الحقيقية اللي على أساسها باش تم إنجاز المشاريع المزمع. ولكن هذا مهم إمضاء مذكرة تفاهم على يعني على أهمية أولا التظاهرة لليوم اتكاد، وثانيا الحجم نتاع المجمع اللي أمضى، وثالثا يعني ثقته في تونس ورغبته المستمرة في تعزيز ومواصلة هذا التعاون. فعلا يعني هذه الشركة الدولية الكبرى المختصة في صناعة السيارات أنها تواصل الخيار العمل مع تونس، هذا مهم جدا، يعطي إشارة أيضا للمؤسسات الأجنبية الأخرى. نحكي هنا على دور الهيئة سي محمد، يعني شنو الاستراتيجية أنتم اللي تنفذوا فيها حاليا من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية؟ صحيح هو ربما دور موكول لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فعلا، لكن أنتم كهيئة مختصة في الاستثمار شنو هي جهودكم استراتيجياتكم وخططكم في هذا المجال؟ هو عموما هي اليوم استقطاب الاستثمار الأجنبي أو الوطني يمر عبر مجموعة من العناصر ومجموعة من العوامل، من بين العوامل المهمة والهامة هي تحسين مناخ الأعمال. تحسين مناخ الأعمال هي سهولة ممارسة الأعمال، هي اليوم إجراءات ديوانية بسيطة، إجراءات لوجستية، هي إطار قانوني وتحفيزي سهل، هي مساندة المؤسسة بالمعطيات والإحصائيات. تعرف أنت المؤسسة هي جهاز ديناميكي مطالب باش يكون عنده جميع المعطيات، ولكن عامل الوقت مهم. دونك اليوم مطالبين احنا كجانب هيك العمومية كجانب نتاع مؤسسات إحاطة ومساندة أن نلعب دورنا بالسرعة المطلوبة وبالنجاعة المطلوبة وفي إطار من التكامل والتآزر مع بعضنا. اليوم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي دورها لبروموسيون يعني نهوض بالاستثمارات الخارجية الإترونجي، دور الهيئة التونسية للاستثمار تكملة لدور الفيبا، ولكن دور الأدوار نتاع الهياكل الأخرى الهياكل القطاعية في جهاز في الفلاحة أو في السياحة أو غيره من القطاعات هو دور تكامل. الهيئة اليوم التونسية للاستثمار عن طريق يعني الصلاحيات الموكولة لها عندها مسألة التحفيز، عندها مسألة تكوين الشركة، عندها مسألة التراخيص اللي جابها قانون تحسين مناخ الأعمال 47/2019، هذا الكل يتم في سياق عام وتحت إشراف وزارة الاقتصاد. خاطر اليوم لازم تعرف اللي فما بوكود شونتي برشا يعني أشغال تمشي بالتوازي. مسألة تحسين مناخ الأعمال واللي كانت موضوع حوار بين القطاع العام والخاص انطلق في أشغال دار الضيافة 31 مارس 2022، هو في مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها على مستوى القريب ومستوى المتوسط ومستوى البعيد. مسألة التخطيط واللي هنا عندنا البلان اللي اليوم نوصلوا إلى المراحل النهائية نتاع النسخة الأولى نتاع البلان، هو كان عن طريق يعني الكوميتي يعني اللجان الجهوية واللجان المركزية واللجان القطاعية، واليوم في أشغال المقاربة والتحكيم مع الجهات، وإن شاء الله نهاية الشهر باش يكون عندنا النسخة نتاع البلان، وهذا شيء جيد جدا خاطر تم في ظروف يعني قصيرة الأجال قصيرة ولكن تم بسرعة المطلوبة. وثالثا اليوم في إطار زاد رؤية تونس تبنيت على محاور الاقتصاد الأخضر، الطاقات المتجددة، تنمية الطاقات البشرية، وعلى مجموعة من التوجهات الكبرى خدمة الاقتصاد وخدمة النسيج المؤسساتي والاقتصادي عموما. نعم سي محمد، أيضا لا يخفى على الكثير من المستثمرين ما ربما يصطدمون به من صعوبات على مستوى الإجراءات الإدارية. تفضلتم بذكر قانون 2016 لدفع الاستثمار ومجلة الاستثمار، لكن أيضا هناك إجراءات إدارية لابد من تذليلها. بنظركم كيف يمكن يعني الوصول إلى تذليل هذه العقبات على مستوى الإجراءات الاستثمارية لتطوير هذه الجاذبية لتونس كوجهة استثمارية؟ شكرا على السؤال، الحقيقة سؤال مهم جدا. الحقيقة المقاربة اللي مشينا فيها هي مقاربة تشاركية. المقاربة التشاركية هي يعني عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، بمعنى اليوم كقطاع قطاع عام كأجهزة كهياكل معناها كوزارات نقعدوا مع قعدنا مع القطاع الخاص في إطار ورشات. أنت تعرف اليوم عندنا في وزارة الاقتصاد تخطيط الإدارة العامة للنهوض بمناخ الأعمال وفيها 12 فريق عمل يخدموا في اختصاصات مختلفة، يخدموا في مجال مؤسسة ناشئة، في مسائل التجارة واللوجستيك، في مسائل الإطار القانوني، يعني 12 موضوع. هذه ورشات يعني منتظمة ودورية فيها يعني عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم ننظروا في شنو الاشكاليات اللي يطرحها القطاع الخاص، وهنا القطاع الخاص مش قطاع خاص تونسي فقط، خاطر معانا زاد الغرف مجلس الغرف المشتركه والغرف يعني الصناعه والتجاره التونسيه والاجنبيه المشتركه الكل ممثلين، معانا اتحاد الصناعه والتجاره، ومعانا كل المنظمات الوطنيه اللي هي تخدم في منظومه الاقتصاد من الفلاحه، منظمه الفلاحه وغيره. دونك اليوم يعني الاطار التشاوري هذا تخرج منه مجموعه من الاشكاليات، وعلينا احنا كاطار يعني كمنظومه عموميه ان نحاولوا نلقى
يلقاو الحلول المناسبه. الحلول مش دائما هي معالجات قانونيه، ولكن فما معالجه اخلالات اداريه، فما بعض التسويات، تسريع، زاد ايضا فما مساله مهمه، مساله رقمنه الخدمات، زاد لا ديجيتاليزاسيون، الجرون بروجي ديجيتاليزاسيون مهم. تعرف اليوم الرقمنه نتاع الخدمات نجم تعطي يعني ان سينيال، يعني رساله مهمه جدا للتسريع في الاجال نتاع معالجه الملفات. وان شاء الله اليوم كل لي شونتي هذوما يعني كل المشاريع تمشي بالتوازي، ونامل ان شاء الله سنه 2022 تحمل لنا مفاجات سر. نعم، مهم جدا ما تفضلتم بذكره. نختم معك بسؤال، وزاد سي جمال الخصيبي يحب يتفاعل معك، سنعطيك الكلمه. وايضا نذكر بانه معنا ضيف من الاردن، وهو المفوض العام للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمه ايفرست، هذا لابد من الاشاره اليه، كان معنا منذ انطلاق هذا البرنامج سي سامي تميمي. سنعود اليك في مبادره مهمه جدا تحت اشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، ستنتظم في اطار الاشغال الموازي. وانا حبيت نتفاعل مع سي محمد، خاطر لازمنا نقولوا للمحسن احسن، نقولوا له بارك الله فيك. وزاره الاقتصاد وعلى راسها سي سمير سعيد الحقيقه يعملوا المستحيل باش يشاركونا وياخذوا راينا وباش نحضروا الاجراءات، لكن بعدين يلزم المواصله، على خاطر شفنا عده اجراءات حضروها اللي هي من شانها تسريع المشاريع ومن شأنها إعطاء الأولوية ولا على الأقل إعطاء الحظوظ للمؤسسات التونسية باش تخدم في تونس، وهذا حطوها ولو خيان في وزارة الاقتصاد وسي سمير سعيد بيدو، بعدين تمشي في الصياغة. معناها هذوما الجزء هذا نسميه أنا الإدارة العميقة العارقة، بعدين تمشي وساعات تطيح في دين الإدارة العميقة العقيمة وتفرخ الإجراءات هذيك من محتواها وتخلي أولوية للشركات الأجنبية، إيه أقصى الشركات التونسية، إيه نعم، وتعمل المستحيل باش المشاريع متاعنا ما تتسيرش بالطريقة العالمية عن طريق مكاتب الدراسات وكذا. هذا لازم نشيروه، لأنه المستثمرين البرة اليابانيين يشوفوا يعرفوه هذا، يجي يقول لك أنا مش نزيدك استثمار وأنت ما استعملتش فلوسك، أنا مش نزيدك شراكة وأنت الشركات نتاعك التونسيه تعطيها شروط نتاع مشاركه، ونجم نعطيك مع عشرات الامثله اللي ما ينجمش يخدم حتى في تونس، هذا يعني يعرفوه، وهذا لابد من الاهتمام به. وانا كنت سعيد جدا بكلمه الرئيس قيس سعيد لما قال في الحبوب نجم نعملوا الاكتفاء الذاتي في افريقيا، هذه اشاره طيبه. اول حاجه هذا الدليل على في النهارين هذوما رجع باتكاد الاهتمام للاقتصاد العام الاقتصادي والاجتماعي اللي هو يزمه ياخذ الاولويه نتاعه توا، والاهتمام بقدراتنا الذاتيه. وراه في تونس عندنا قدرات ذاتيه وعندنا شركات، واذا كان نرجع نحكي كان على القطاع نتاعنا راه ثم توندونس كبيره وثم ارقام تدل على ذلك. انه تعرفوا في الصفقات العموميه كانت نسبه مشاركه الاجانب 3%، توا وصلنا 33% وماشيين، والاجراءات معروفه وبسيطه ونعاودها، وزاره الاقتصاد عاونونا وحطوا فصول بسيطه معناها واجراءات بسيطه، ما نجمناش نفعلوها ليومنا هذا. يا اخي معمل المظله نتاع الفوسفات واقف عنده 3 سنين على خاطر ثم كذا خدام يحبوا يخدموا في البليك، ما هو نعالجوهم المشاكل هذه، مشكله البطاله ما حناش نحلوها في يوم من النهار، لكن يلزمنا نمشيو للمشاكل ونحلوها. وهذا هو اللي نتمناه، لانه الناس تراقب فينا. انا ناكد لك مشروع كما مشروع المدير ده يرجع يخدم، توا تشوف قداش من المستثمر يجي في جرته يقول لك سي التوانسه ولا حلوا مشاكلهم، وقت يشوفوا الثقه ترجع في المؤسسات التونسيه يوليوا يعيطونا اكثر لافريقيا. مش عندك رقم مثالش سي ناجح، تفضل. المؤسسات التونسيه مع المؤسسات اليابانيه تو تخدم في كينيا، تشتري من عندنا السلعه لي كونتور، تشري من عندنا هذاك معناها لي بيس دو ريشونج الكتريك اللي في تونس هنا باش يشارك في الشركات الوطنيه يدوخ وما نجمش يشارك. كنا زيرو في كينيا، عملنا 60 مليون دينار شوف معناها تصدير في في في, في سنه. علاش؟ على خاطر في كينيا مناخ الاعمال مفتوح لنا، وعلى خاطر اليابانيين اعطوا فينا الثقه اللي ان شاء الله نلقاوها تو في السوق التونسيه. واضح، جمله من المسائل طرحها سي جمال القصيبي.
من اتحاد الصناعة والتجارة لكم الرد سي محمد، تفضل. هو مش الرد ولكن تفاعل سي جمال الحقيقة مشكور، شارك معنا في الورشات وكل ممثلة يعني كانت فما تمثيلية كبيرة من عند اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو شريكنا الحقيقة، خاطر اليوم كما قلت لك التمشي هو والمنهجية، لكن ثم شوية لوم هكا، ثم شوية لوم مبطن طبيعي يعني طبيعي ما يسالش اللوم. اللوم اليوم لا يفسد لا 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 يفسد الود قضية، خاطر اليوم لازم يكون عندنا رحابة الصدر باش نسمعوا النقد، يلزمنا اليوم كهياكل عمومية نسمعوا النقد. احنا مرفق عام، الدور نتاعنا هي خدمة المستثمر وتسهيل مأمورية المستثمر، ولذلك لازمنا نتفاعلوا التفاعل الحقيقي والواجب. يبقى اليوم فما مسار طبيعي انه يعني مسار اداري ومسار ترتيبي اليوم في اصدار بعض النصوص، هذا قاعد ماشي يعني بصفه طبيعيه بالتشاور مع الهيكل العمومي. الحقيقه فما ملاحظه لو قبل ما تسمح لي، فما بعض قطاعات في تونس قطاعات ذات اولويه ومهمه جدا، على غرار قطاع مكونات الطائرات، على غرار قطاع صناعه الصيدليه، وعلى غرار صناعه مكونات السيارات، هذوما ثلاثه قطاعات يستأثروا ب 10% تقريبا من الناتج الداخلي الخام. اليوم في سنه يعني تقريبا عن شهر مع اطلاق استراتيجيه وزاره الصناعه اللي تم الاعلان عليها استراتيجيه الصناعه والتجديد، وتم امضاء ميثاق التنافسيه في قطاع مكونات السيارات. اليوم القطاع 280 مؤسسه، 90,000 موطن شغل، 2.5 مليار اورو من التصدير. البروجيكسيون تاعنا والهدف تاعنا انه نصلوا في 2027 4.5 مليار اورو تصدير، اكثر من يعني زياده ب 50,000 موطن شغل وزياده في عدد المؤسسات. هذا اعطيت لمحه بسيطه على قطاع المكونات، على غرار يعني القطاعات الاخرى اليوم فما بعض المواثيق قاعده تتجهز كما الصناعات الصيدليه ومكونات الطائرات. نعم شكرا. تفضل معنا شويه سي محمد، نعرف عندك ورشه مش تشارك فيها، هذا مهم التزام خلينا نقولوها سي محمد في شويه اخرى الورشه، لكن ايضا الشباب المبادر عنده ما يقول حقيقة في تونس. ومؤخرا يعني قمنا بتغطية إعلامية لشبان تونسيين اخترعوا ثلاثة نماذج لسيارات تشتغل بالطاقة الشمسية في انتظار أنها تتسوق يعني قريبا، وهذا مهم جدا باش تعرف سي سامي، وأنت ممثل لمنظمة إيفرست الدولية في مجال التجديد والابتكار، عندكم نذكر تظاهرة في إطار الأشغال الموازية 21 سبتمبر بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي، أعطينا فكرة عليها، نجدوا عليها المعلومات للسادة المشاهدين اللي التحقوا بنا. سيدي أنا برحب في ضيوفك الكرام، وأنا مبسوط جدا حقيقة على اللي بسمعه الميكروفون لو تسمح، حقيقة مبسوط جدا أنا على اللي بسمعه من أخواننا ضيوفك سي الكرام. سي جمال الخصيبي هو يمثل هذه أكبر المنظمات المختصة في الصناعة والتجارة، هي منظمة وطنية لها وزنها ووجودها في تونس. أنا وأيضا أنا بضم صوتي لصوتهم وبوجه رسالة، نعم حقيقة هاي الرسالة مهمة جدا لكل شاب، لكل شابة، لكل مواطن تونسي حريص على رفعة بلده واقتصاد بلده، أن يساند هذه المؤسسات وأنه يتابع هذه المؤسسات وبأفكارهم وبقدراتهم، إن كانت القدرات العقلية ولا كانت الجسدية ولا كانت الفكرية إلى آخره. نحن نسعى، احنا استاذ سامي في حضرة القطاع الخاص والقطاع العام، والقطاع العام الهيئة تمام. التونسية للاستثمار احنا جايين مثل سي محمد، احنا جايين نساند. نعم احكي لنا شوية على هذا التجديد. احنا جايين نساند، احنا طرحنا تونس ان تكون هي عاصمة الاختراع والبحث العلمي، وسجلنا هذا الموضوع مع اليونسكو، وقريبا إن شاء الله ستعلن تونس عاصمة الاختراع والبحث العلمي. بالإضافة دشنا سنقوم بتدشين يوم 1 و2 إن شاء الله صندوق الاستثمار المعرفي، وإشهار راية تونس بجائزة اسمها جائزة جويدي العالمية للاختراع والبحث العلمي. هاي الجائزة ستكون كل عام، وهذه الراية ستنتقل من تونس وتسلم إلى دولة أخرى تتنافس مع دولة أخرى في عام 2023 وهكذا. نعم لو تحدثنا شوية سي سامي على الموسوعة الرقمية اللي نعم أنشأتها منظمة إيفرست. نعم احنا تحدثنا في موضوعين اللي هي موسوعة الرقمية والبنك الدولي للأفكار والحلول البديلة، اللي هو هذول الموازيات لبعضهم البعض، هي عبارة عن موسوعة ستطرح للمجتمع المحلي والدولي للتسجيل في
هذه الموسوعة للحصول على الدعم المالي لهذه هذا الاختراع أو هذا الاستثمار. ومن ضمن الأفكار اللي مطروحة على طاولة الحوار في هذا الموضوع أنه هذا البنك سيستقطب جميع الأفكار، إيداعها وحمايتها أمنيا كفكرة أو كمشروع أو كمؤسسة أو كإبداع. بالإضافة إحنا شكلنا بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي أنها تكون هنا في, في, في تونس، وهي تكون مكملة جزء لا يتجزأ من تيكاد. وحبينا إحنا عام كامل وإحنا نعمل مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة الصناعة، مشكورين حقيقة على المجهودات اللي بيقوموا فيها معانا في هذا الموضوع، في صدد هذا الموضوع أنه نطرح هاي الأفكار وهاي الـ 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 أنا زي ما حكيت لك في السابق أنه تفاجأت في عندكم عقول وأفكار ومخترعين وباحثين بشكل كثير كبير. زي ما اتحكى بدل ما يطلعوا برا خارج الدولة احنا نحتضنهم داخل الدولة ويعملوا افكارهم ويعملوا استثماراتهم داخل الدولة، واحنا ندعم نجيب الدعم من الخارج. دعم مالي موجود دعم مالي نعم نعم نعم, 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 نعم دعم مالي موجود للباعثين الشبان هذا والمخترعين أكيد. وانا بوجه لكل شباب انه احنا يقوموا بالتسجيل مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في مجال الاختراع والبحث العلمي. زين مفتوح التسجيل؟ مفتوح نعم صحيح مفتوح الآن. هو مفتوح باب التسجيل للسنوات المقبلة في هذا الخصوص. نضيف أيضا أنه أنا يعني حابب أنه الشباب تتفاعل مع الدولة، اللي عنده أفكار واللي عنده أبحاث وليس لديه المقومات نحن نختلق المقومات لتساعد هذا الشخص. شكرا لك أستاذ سامي التميمي. نعود إلى سيد رئيس المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار، طبعا في تفاعل مع ما قاله سي جمال القصيبي من منظمة اليوتيكا، ما هي الأفاق الخاصة بالمستثمرين التونسيين أولا ثم الأجانب؟ ثم عندي سؤال آخر سي محمد يتعلق بالشركات المختصة في التنقيب على البترول واستغلال البترول، عشان الوضعية متاعهم ثم برشا كلام على شركة غادرت تونس مؤخرا، فنحب نعرف احنا منك حقيقة هذه المعطيات. شكرا سي ناجح. الحقيقة في السؤال الأخراني ما نجمش نفيدك، ما عنديش معطيات دقيقة. يبقى أنت اليوم حكيت على مسألة الشباب والباعثين الشباب. اليوم الشباب عنده الإمكانيات، الشباب عنده المستوى العلمي، الشباب عنده الأفكار، الشباب عنده كل المقومات النجاح. علينا كان نعملوا عملية الاحتضان، نحتضنوا الشباب هذا، نأطروه، ندعموه، نعطيه الثقة في نفسه، نخلقوا له آليات تمويل ونساعدوه باش ينطلق. اليوم الشباب التونسي شباب مبدع، شباب يفكر، شباب قادر انه يخلق الجديد. دونك اليوم انا نعتبر انه الشباب هو مكمن قوة ومكمن تاع انجاز ومكمن تغيير وتغيير حقيقي في الاتجاه الايجابي. انا الحقيقة نحب نثمن ونشكر المبادرة القائمة بها وكالة نهوض بالصناعة والتجديد في اطار نهار 1 و2 سبتمبر على تونيزيا تيكات انوفاسيون 22. هي فما مبادرة يعني فما مناظرة دولية للاختراع وفما الحقيقة مشاركة دولية. هذه ما تنجم كان تأكد على انه الهياكل العمومية نتاع مساندة والإحاطة تلعب في دورها، واليوم مطالبين ان اليوم نوصلوا النتائج ونتائج إيجابية. نعم مهم جدا. الورشة اللي بتشارك فيها شنو هي سي محمد؟ الورشة الختامية ان شاء الله توا في الانستيتيوشن يعني في المخرجات نتاع التيكات ان شاء الله في البزنس فوروم. نعتبروا الحقيقة اليومين اللي مروا كانوا على مستوى التنظيم في مستوى عالي جدا، مستوى التأمين، مستوى الحضور، مستوى الحضور الإفريقي، الحضور الياباني أيضا والحضور التونسي. نتمناو الخير لتونس وإن شاء الله الأيام المقبلة يعني باش تكون إن شاء الله باهية وباش تجي بنتائج باهية. ثم إشارات، ثم مناخ جديد. طبيعي 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 نعم. طبيعي طبيعي الندوة في حد ذاتها هي إشارة وإشارة إيجابية لتونس. نعم خلق الديناميكية يعني ندوة طوكيو الدولية على مستوى الأعمال أيضا وعلى مستوى حتى دائرة القرار السياسي في إفريقيا وفي اليابان وفي تونس باعتباره أنه ثلاثية الأبعاد. هو اليوم حضور الفاعلين السياسيين في إفريقيا مهم جدا، ومن اليابان حضور الفاعلين الاقتصاديين مهم جدا، خاطر اليوم الاقتصاد مش فقط هو مؤسسات الاقتصاد في الجانب السياحي في جانب الخدمات. اليوم كي تونس منصة، اليوم كي تونس تحتضن مثل هذه التظاهرات يجيوا يتعرفوا على تونس، على مقومات تونس، على السياحة في تونس، على ربما يجيبوا أفكار جديدة ربما تكون
يخلقوا محطات جديده ويخلقوا ارتباطات وتواصل مع تونس وتنجم هذا الكل ما يعني مش جانب الاقتصادي فقط ولكن فيه جانب الجانب الثقافي والجانب السياحي والجانب الخدماتي. نعم بل ما نشوفوا العنصر المسجل حول الوكاله اليابانيه للتنميه للتعاون والتنميه الدوليه. حبيت نسالك سي محمد سؤال ختامي حول الجيكا، يعني كيفاش تتعاملوا معها الوكاله هذه على مستوى الشراكه الوثيقه لتحقيقا للمشاريع الاستثماريه في تونس؟ هي الشراكه مع الوكاله اليابانيه هي شراكه وثيقه، شراكه قويه برشا وشراكه عندها سنوات وسنوات، يعني في مجموعه من المجالات ومجموعه من يعني تدخلات. جايكا موجوده، جبيك موجوده، جيترو اليوم موجوده، وكاله جيترو اللي هي سهره للتنظيم، دونك عنده وجود في تونس والوجود عنده مده طويله ومتواصل وقاعد يتعز. نعم شكرا لك، شكرا لك بالتوفيق. شكرا لك. شوفوا هذا العنصر المسجل ثم نواصل معكم الحوار مشاهدينا الكرام على الوطنيه الاولى. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واحدة من أكبر الوكالات للمساعدات الثنائية في العالم، وهي متواجدة في تونس منذ 1975 وقامت بعديد المشاريع لدعم التنمية في تونس. الوكالة تعطي الأولوية لمجالين، أولهما تنمية البنية التحتية الاقتصادية والموارد البشرية، ولدينا عديد المشاريع في ذلك على غرار جسر رادس ومشروع بناء محطة تحلية مياه البحر في صفاقس وتطوير محطة إنتاج الكهرباء في رادس. أما المجال الثاني ذو الأولوية فهو تحسين ظروف العيش لتقليص التفاوت الجهوي، وقد قمنا بمشروع مشترك بعيد المدى يتمثل في بعث مشروع صناعة السيارات اليابانية، وبفضل هذا المشروع المشترك تمكنا من القيام بدورات تكوينية لمئة تونسي في اليابان، وكانت هناك نتيجة جيدة إذ تحسنت الإنتاجية بحوالي 86%. الآن لدينا 14 متطوعا يابانيا في عدة مجالات كالموسيقى والرياضة والتعليم والبيئة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعملون إلى جانب الشعب التونسي. اسمحوا لي أن أقدم مشاريع أخرى للوكالة على غرار مشروع مجابهة الفيضانات في تونس الكبرى الذي سيتم بعثه قريبا. أيضا هناك مشاريع أخرى كمجابهة الفيضانات في وادي مجردة، وسننطلق أيضا في هذا المشروع قريبا. كذلك قمنا بدراسة حول سد سيدي سالم ووقفنا على أهم المشاكل به. استعدادا لتيكاد 8 قمنا هذا العام بتنظيم دورتين تكوينيتين في تونس واليابان، وعملت الوكالة على مخططين تنظيميين في مجال الصحة والبيئة. ولتنظيم هاتين الدورتين قمنا باستضافة موظفين من عديد الدول الأفريقية في تونس، كما قمنا بتنظيم 26 لقاء استعدادا لمؤتمر تيكاد 8 في عدة مجالات مثل الصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، وباستطاعة أي شخص الدخول إلى موقع الويب الخاص بالمركز للتسجيل للمشاركة في حوارات تيكاد 8. تيكاد سوف تمنحنا العديد من الفرص، من ذلك تواجد العديد من المؤسسات الاقتصادية اليابانية والتونسية، وهي فرصة لتوطيد العلاقات بين المستثمرين. كذلك يمثل مؤتمر تيكاد فرصة لتوطيد العلاقات بين اليابان وبقية الدول الأفريقية، وهي أيضا فرصة للاطلاع على مشاكل التنمية في أفريقيا وما يجب فعله. نواصل معكم هذا البث المباشر من الاستوديو المركزي بمدينة الثقافة في إطار متابعة ندوة تيكاد 2 عفوا تيكاد 8 مشاهدينا الكرام. سي جمال إذا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي شنو أنتم أواصر التعاون اللي تجمعكم بها؟ هو احنا الحقيقة كجامعة نحكي لك جامعة البناء والأشغال العامة عندنا تواصل معهم، يمولوا في اهم مشاريع تو يمولوا في الاطروط، خدموا مليح مع وزاره التجهيز خصوصا الاطروط نتاع قابس مدنين، ومولوا مشاريع كبرى في المياه وفي الحمايه من الفيضانات. هما قايمين بواجبهم مره اخرى ووفروا التمويلات، واشتكاوا مره من مشروع ضخم مش لازم نذكر شنو هو بقيمه 700 مليار قعد
أربع سنين وإحنا ما خديناش قرارات فيه اللازمة وأمور معناها ما لازمش تعاود. تعقيدات إدارية معناها. تعقيدات إدارية والله شوف كلمة تعقيدات إدارية نعوم كل شيء. طريقة عمل معناها فات عليها الزمن. في تونس باقي نحبوا نخدموا المشاريع تخدمهم الإدارة. راهو في العالم الكل المشاريع تخدمهم شركات مختصة، شركات دراسات مختصة، وراهو عندنا شركات مختصة توانسة في إفريقيا. أمس في البريزونتاسيون مع بحضور معناها الوزارة حضور شركات يابانية كبيرة ضخمة وحضور معناها نائب وزير متاع البنية التحتية متاعهم، يطلع بيرو دي تونس يقول لهم أنا خدمت 60 مطار في إفريقيا، ما نجمش يخدم مطار في تونس. كيفاش تخدم مطار في تونس؟ امبوسيبل. احنا هذوما لازمنا نعطيو فيهم الثقة. شنو السبب سي جمال؟ ما نحبوش نمشيو للطرق التسيير العالمية، يحبوا نقعدوا كقبل، احنا نسيروا زيتنا في طريقنا، ما نسلمش في السلطة نتاعي، في العقل وقت ما يصير المشروع يصير، كان ما صار إن شاء الله غالب، وبعدين يطلع لك معناها بحكاية أخرى. يعني مثلا هل يمكن إعادة النظر في نظام الصفقات مثلا؟ هو تو العمومية. هو تو مطروح. الموضوع هذا تو مطروح. على مستوى رئيس الحكومة، على مستوى مرسوم إن شاء الله يخرج بطريقة فاعلة، مش بطريقة معناها أنا نقول منزوعة الدسم معناها إكريمي. ما فيش قرار حاسم. المشاريع تسير هكذا لأنه يجب أن تسير هكذا، والعالم الكل كان عمل هكا. نحكي على العالم الكل الناجح في تسيير مشاريع متاعه بطبيعة، لازمنا نعمله كيفه. وإذا كانت التوانسة اللي نجحوا في تسيير مشاريع ضخمة في إفريقيا راهو سدود، راهم طرقات سيارة، علاش؟ وهنا نرجع لوزارة التجهيز. علاش وزارة التجهيز ناجحة في تسيير مشاريعها؟ وعندنا نجاح نبنيو عليه، لأن تعطي الثقة للبيرو دي تويد التوانسة نعاودها والبنوك الأعمال التونسية باش تسير المشاريع. ثم إدارات أخرى وثم شركات وطنية خصوصا أخرى يقول لك لا أنا سير. يا ودي ما عادش عندك الكفاءات بالعدد اللازم. وهذا ثم طرق تسير واحد. والعالم معناها طرق تسير دقيقة معناها. وهيك علاش أولادنا قاعدين يهاجروا. على خاطر ما عادش يلقى الفرصة باش يخدم في تونس. اللي جي سير لك اليوم كان معايا معناها زميلي مقاول كبير وخدم في ميدان البترول وميدان الصناعة، ما ينجمش يخدم في تونس. في عود نعطيه هو تسيير المشاريع وهذاك اختصاصه. ما نمشيوش بها، لا ما نقدموش، ما نحبوش نقدمو. يا ولدي الرقم قدامك 5000 مليار يورو راقدين عندهم 3 سنين وربع سنين، وين مش نمشيو؟ ما لازمنا نغيروا عقليتنا. شوف انا كنت اتكلم الكلام هذا راني جي ميكسبوز ميديتيكمون وجي ميكسبوز على الناس اللي تعرض التوجه هذا وعندها قدره كبيره وتقدر تعطلني في شخصي وفي شركتي، لكن يلزمني نقول هذه بلادي. انت بلادي تقول في كلام خارج عن السياق سي جمال، هو تشخيص للحاله الخاصه بالتعاطي مع هذه الملفات. هذا يعني أنت في الأكيد مستثمر بدرجة أولى قبل أن تكون منتمي إلى المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. هذا مهم جدا. نعم، رئيس جامعة. هذا تشخيص أكيد أنه جلستوا مع الإدارة العمومية، مع مسؤولي الإدارة، وحكيتوا وبلغتوا هذه المشاغل، كيفاش كان تفاعلهم؟ شوف، الإدارة ماهيش كما كنت أقول لك قبيلة، ماهيش مجموعة واحدة. الإدارة والله فيها منارات، فيها شموع مضيئة، فيها ناس قاتلة أرواحها. ونشكرهم ونجم نذكر لك عدة أشخاص كذا. إذا كان المشروع معناها الفكرة تطيح في الإدارة هذوما أنا فا إذا كان طاحت في الإدارة العميقة العقيمة لا خلي هكاكة والواش نستعجلوا ورد بالك. وهنا ما عنديش إمكانيات، هذه كلمة ما عنديش إمكانيات راهي موضة كبيرة. ما عنديش إمكانيات، إحنا قرينا بالإمكانيات. معناها أنا وقت قريت معناها معليش الواحد يقول الواقع، ثم ناس تجي حفايه للمدرسه والحمد لله قدمنا. هو ما عنديش امكانيات، لا عندي الفصل 96، فصل 96 اللي يقول لك يستفيد هو او غيره يعطلني. معناه المتعلق بتحقيق المنفعه. نعم اي. المواطنين معطلين. لكن احنا كيفاش نلوموا اداريين؟ نعم. توا سي جمال، نعم. هل يمكن لوم الاداريين اللي هما يشتغلوا زاد بقوانين موجوده؟ ربما قد يكون هذا مدخل لتغيير القانون. شوف، احنا ديما ندعو
حتى في الفصل 96 من اول الناس اللي دعت معناها البريزيدي باش نوضحوه هو تحت تونسي الصناعه والتجاره. 2018 خرجناه وقلنا كل مره نعاودوا ما فيش كلام، لكن ما تنجمش توقف بلاد وتوقف مشاريع بانك تتسبب فقط المشاريع في المشاريع هذه. علاش نرجع مثالش ما عندناش كان وزاره التجهيز، عندنا وزارات اخرى ناجحه في تسيير مشاريعها، علاش هما مشاو مشاريعهم وجهات اخرى لا؟ هذايا تو انا شو نقول؟ نقول التيكات فرصه باش خلينا في الواجهه الموضوع الاقتصادي والاجتماعي، خلينا في الواجهه لاكاليتي نتاع الاداره نتاعك، خلينا في الواجهه لاكاليتي معنى يعني الجوده النوعيه والجوده جوده المؤسسات نتاعك، خلينا في الواجهه الجوده نتاع الاطارات نتاعك وطرح لنا المشاكل الحقيقيه وواجهناها. ما نقعدوش نمسحوا على بعضنا، والله انا شيء اعمل كيف؟ ايش معنى شيء اعمل كيف؟ كي مشاريعك معطل يجيك اللي نتاع البنك الدولي التونسي سي فريد بالحاج يجي يقول لهم تو انتم ماشيين البنك مونديال لفامي تطلبوا في الفلوس، بس ما نحبش نستعملها كلمه تطلبوا اعوذ بالله، معناها تمشوا تسعوا باش تاخذوا الفلوس وانتم والفلوس في الحجر نتاعكم. في اطار اتفاق ليس مش هو طلبه لكن في اطار اتفاق. ما نحبش نستعملها واللطف على بلادي من طلبه ان شاء الله، معناها لكن هذه حاله ما الناس تفسرها هكايا وان شاء الله تونس تونس كبيره و يعني حتى الدول الاخرى استفادت من القروض يا سي جمال. نعم الدول الاخرى زاد اللي سلفها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معناتها مش تطلب هي زاد ثم نعم. اتفاقيات يعني مش طلبه بعباره اخرى لا هذا اتفاق شوف. ممضى بين حكومه وبين صندوق النقد الدولي وفيه ضوابط وفيه اجال وفيه نسب يعني هناك قوانين حتى دوليه تنظم هذه نعم. المساله اما راهو ردوا بالنا واليوم تنقاها مكتوبة واحد من السياسيين بتاعنا خرجها واحد ردوا بينا راك يبدأ يدك لوطانية حتى سلفة أحسن تكون يدك الفوق هذه ردوا بينا منها لأنه ثم بعدين تفسير يقول لك أنت في حالة وهن أو نحبوه الاستثمار أنا أعطيني هذا قروض الاستثمار هكما نستعملهم ما نحبش القروض اللي تمشي معناها لدعم السلم الاجتماعي وتشغيل هش وتشغيل معناها مقنع معناها بطالة مقنع وكذا يلزمنا نمشي ونحلوا مشاكلنا. تونس عندها رجالها، تونس عندها تاريخها، تونس بلاد بورقيبة، تونس بلاد حنا بعل، تونس بلاد الدغباجي، تونس أنجبت رجال عظماء، تونس بلاد الفنانين، تونس بلاد الرياضيين، تونس بلاد الإداريين العظماء، تونس سيرة معناها تذكر مهندسين من نوع مختار العتيري الله يرحمه، من نوع لسعد بن عثمان، من نوع الناس اللي قدمت بها، هكما اللي يلزمنا نرجعوا لهم، وبإذن الله نرجعوا لهم، وإن شاء الله نحقوا تسيير مشاريعنا، واليوم كما قلت لك الميساج نتاع السيد رئيس قيس سعيد أنا أقول لك نعملوا على ذاتنا تو نعملوا على ذاتنا بإذن الله. هذا مهم جدا طبعا للحديث عن مناخ الاستثمار هذا يقودنا لهنا سي جمال الحقيقة لابد من تنقية هذا المناخ يعني تشريعيا وإداريا وأيضا على مستوى كل مجالات التصرف ماذا تقترحون كمنظمة في هذا المجال؟ هو راهو في الأمور هذه ما هيش علم كبير راهو ثم مراجع دولية معروفة ثم مرجع بتاع دوينج بزنس اللي هو بتاع البنك الدولي ونقولوا هما النقاط كي نحكي على القطاع بتاعنا بتاع البناء والاشغال العامه قدمنا النقاط هذه بناء على تقرير البنك الدولي بتاع دوينج بزنس هات نعملوه فقط وننفذوه ماهوش مطلوب اكثر من هذا يعني نجم نعددهم تو لكن المجال ما يسمحش نجم نمشيو فيها. مرحبا بك نرحبوا ايضا بضيفنا وهو احد التجارب الناشئه والهامه سي مالك عثمان مؤسس شركه ناشئه ستارت اب مرحبا بك عايشكم بك اعطينا رؤيه الشباب اولا انطباعك على هذا المؤتمر تيكات ثمانية قدم روحي انا مالك عثمان كوفونداتور شركه كيكو اس ا كيكو موتورز اللي هي سيت اون سوسيتي نتاع لي سكوتور الكتريك معناتها 100% تونيزيان. نحن شاركنا في التيكاد معناتها كانت مشاركه طيبه جدا وسمحت لنا باش نعملوا فيزيبيليتي كبيره برشا ونتعرفوا على برشا عباد اللي هما ينجموا يعاونوا معناتها الايكو سيستيم نتاع الستارت اب اللي في تونس. فوالا دونك نعطي بتيت بريزونتاسيون على السوسيتي نتاعنا كان تحب.
اي طبعا لازم تقدم هنا لانه هذه من العلامات المضيئه ايضا في مجال الصناعات التونسيه الصاعده. فوالا نحن نو سوم اون ستارت اب كوفوندي بار تخوا بيرسون معناتها انا مالك عثمان ومحمد علي سالمي وحسام الحباشه. كانت عندنا حلمه نفس الحلمه مع بعضنا، حبينا نخدموا معناتها في الالكتريك. نحن عندنا دو زون نخدموا في اللي معناتها في لي باتري الكتريك لي زاكوميلاتور الكتريك معناتها البطاريات الكهربائيه، فهمت؟ وقلنا شنو هو الحاجه اللي باش تعرف باللي برودوي نتاعنا في معناتها في المارشي التونيزيان ولا مش تونيزيان لبرا وكل شيء. اكثر حاجه معناتها اللي باش تعرفنا هي الموبيليتي معناتها اللي هي لي فيكول الكتريك، معناها اكثر حاجه اللي نحن اونفيز المارشي هذاك العربيات الكهربائيه من عندنا. نعم. صحيح لي باتري نتاعها بمختلف الانواع بالضبط. هو معناتها لا سوليسيون اللي نحن اون لا بروبوز اللي هو انت شنو هو البزوان نتاعك، شنو هو المطلوب معناتها الطلبات نتاعك معناتها في العربه نتاعك ولا الفيكول نتاعك، تجي تقول لنا انا حاجتي بكذا وكذا 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 وفي الفورما كذا ولا نحبها مربعه نحبها مدوره نحبها كذا، فهمت؟ البطاريه هذا شكل بيرسوناليزي 100% معناتها اللي تحب عليه انت معناتها لازم يتماشى مع الدوموند نتاعك. معناها نحن معناتها كونت اون فابريك معناتها لي باتري عندنا نحن ديما نمشيو بالدوموند نتاع الكليون في العربات في لي فيلو في لي سكوتور. دونك فوالا عندنا دو زون نخدموا عليها، دونك نخدموا في لي زاكوميلاتور الكتريك. قلنا نخرجوا معناتها ان سكوتور الكتريك 100% تونسي، معناتها هو طيب. اول سكوتور الكتريك تونسي كيكو موتورز. عملنا كملنا البروتوتيب نتاعنا، فهمت؟ كملناه كامل وكل شيء، عملنا اللونسمون، فهمت؟ وكل شيء هو معمول في تونس. كان تحب نحكي لك شويه على الكاركتيرستيك نتاعو، معناتها شنو هو الصفات نتاعو. طيب. هو يشدك 100 كيلومتر، معناتها بالشارج بركه يشد 100 كيلومتر. فيبر دو فيغ، كله معمول اون فيبر دو فيغ، ان اكران ديجيتال، فهمت؟ معمول معناتها للتونسي، خاطر الفيبر دو فيغ في الموتورات كان تعرف كاسح، فهمت؟ باش كان صار ضربه ولا ضربه مش على البلاصه تمشي. اي باهي وصل 100 كيلومتر وفات البطاريه شنو يعمل هنا؟ توا سؤال باهي برشا. عاملين اون باتري موبيل، اش معناتها اون باتري موبيل؟ معناتها تنحيها وترجعها. ما تريد انت البطارية ماشي داخل في وسط نحي البطارية وحط الثانية البطارية ولا بالضبط، فهمت؟ يعني معناتها سي تخي سامبل، معناها حتى في لي بان وفي كل شيء تنحي البطارية نتاعك وتحط البطارية الثانية اللي مشارجية وتمشي على روحها. وزاد كان باش تشارجيها وكل شيء تولي تنحيها تهزها لفوق للدار ولا للبير، والعبد معناتها يهزها للبير ويشارجيها كيما اي بي سي كيما اي تليفون. نعم. معناتها تحطها في انا مش تاخذ انطباع مع سامي حول هذا الاختراع التونسي، يعني صناعة البطاريات من شباب تونسي عاجل هكا تشوف يعني متوثب إلى التألق. يعني نشجع ونثمن وندعم. ميكروفون. نشجع. نعم. ونثمن وندعم مثل هيك بشرية. بالإضافة يعني أنا يعني هذا 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 مثال مثل ما كنا نحلم من على الاختراع والتجديد. والتجديد. نعم. تمام. والشباب يعني أحد الشباب اللي تطلعاته واسعة باختراع وهذا هذا شيء يعني بفرحنا وبفرح البلد بشكل عام، صح ولا لا؟ صح. فاحنا كمان بنوجه صوتنا انه يشوفوا الشباب اللي كمان إلها فكر وابداع واختراع وانها تسعى للي بيسعى له مثل يعني سي مالك. نعم. سيماهم سي مالك يعطيه الصحة هو وشركاء نتاعو شركاء عندك شركاء. قبل ما نحكيو على التفاصيل الأخرى نتاع سكوتر اللي أنت اخترعته وصحبة زملائك في هذه الشركة، أولا كيفاش جاتك فكرة إنشاء هذه الشركة وإطلاقها؟ فكرة تأسيس الشركة. هو نحن الحقيقة ما حبينا نخرجوا على لي سونتيي باتو، حبينا نخرجوا على معناتها الشيء اللي يتعامل ديما تاخذ شو اسمه الدبلوم تاعك تشوف خدمه واحد وكل تعمل اكسبيريونس وكل شيء. نحن على باز معناتها تنجم تقول دي زونتربرونور من الاول، معناتها اون فو كري نحبوا نصنع نحبوا نعملوا حاجه جديده، معناتها ما نحبش معناتها نحب نعمل فالور اجوتي معناتها قيمه اضافيه معناتها سواء البلادي ولا المنتوج نتاعي، فهمت؟ هذاك هو
منين جات معناتها ليدي والواحد نتاع انشاء ستارت اب؟ نعم. باهي، شنو مميزات المشروع نتاعكم؟ باهي، نحن المميزات نتاعنا اللي نحن اون سي اوتو فينونسي، اوتو فينونسي معناها جينا نحن عملنا معناتها شركه نخدموا معناتها نبيعوا في معناتها عملنا خذينا ان بتي فون فهمت، بدينا نبيعوا والفلوس هذوكم نصبوا فيهم في لو ريغيرش ديفلوبمون، معناتها ريت كل ما نبيعوا واحد وكل تو لي غا يتعداو في لي ريغيرش ديفلوبمون في لي باتري في السكوتر فهمت، باش نقدموا ديما حاجه جديده معناتها اون تكنولوجي جديده توش تونسيه بليز اكسبيرتيز تونسيه نتاعنا معناتها نحن نسمي اون ايكيب دانجينيور معناتها ديما نحبوا نقدموا ديما نضيفوا حاجه فهمت، بشويه بشويه لين كملنا معناتها الريغيرش ديفلوبمون تاع السكوتر نتاعنا عاملينه معناتها 100% التونسي فهمت، لي دوموند نتاع التونسي الكل حطيناهم فيهم، قلنا نحن شنو قطاع الغيار بالك فوالا بالضبط، نحن باش نفسر لك حاجه في السكوتر الكتريك فما تخوا كومبوزونت، فما غروند كومبوزونت اللي يهزوه اللي هما معناتها الباتري والكالكولاتور والموتور، الباتري اللي هي مصنوعه عندنا غارونتي 3 زون، الكالكولاتور غارونتي 5 زون والموتور غارونتي 5 ans. معناتها انت كي باش تشري موتور فهمت، انت كي باش تشري الموتور نتاعك ما فما حتى شيء فيه ما يتبدل، معناها باش تقعد انت 5 سنين فهمت بنفس الواحد، وين الغارونتي هذه خاطر تجيني من لي كونستركتور فهمت. قداش برمجتوا الثمن نتاعو للبيع؟ أه؟ ثمن البيع قداش؟ فوالا سسخا اوز الونتور دو 4500، نحن ديما سا ديبون من الانفستيسمون انيسيال اللي باش يصير، قداش باش نوليو معناتها نخدموا نخرجوا في العام فهمت، مازال ما كملش البي بي فهمت البيزنس بلان دونك اما سا سخا اوز الونتور دو 4500 اللي هو يتسمى راهو على حاجه جديده على موتور جديد معناتها سي سوم باهي 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 على الاخر معناتها على موتور جديد معناتها كاشتي باش تاخذوا كاشتي ولا واضح. بالنسبة لمسألة السلسلة نتاعه والترقيم نتاعه في النظام نتاع الجوالين في تونس، يعني اشتغلتوا على هذا الجانب؟ نحن بون كي جينا باش نعملوا البروجي هذايا شفنا لي باغييغ على لونتخي شنو هما اللي هما لومولوغاسيون، انا معناتها باش نعدي 3-4 سنين نعمل في لومولوغاسيون ما يساعدنيش، انا ستارت اب راني صغيرة معناتها ما نجمش نصرف 3-4 سنين. خذيتوا دعم؟ لا خذينا ان بتي فون من الاول معناتها هذاك عملنا به لاكتيفيتي اللي باش لاكتيفيتي الاولى اللي نبيعوا بها فهمت باش نعملوا ريسيرش ديفلوبمون فهمت، اما الدعم الكبير مازال. نخليك توصل الفكره نتاعك في خصوص الجوالين وادراج هذا الاختراع في نظام الجوالين في تونس، باش نسالك من بعد على الفرص واللقاءات نتاع مؤتمر تيكاد 8. باهي هو معناتها شنو شفنا لي باغييغ الونتخي، علاش معناتها تشوف برشا دي ستارت اب في الموبيليتي معناتها التخان معناها برشا حاجات يقعدوا 3-4 سنين وما تلقاش برودوي في الاخر معناتها تونجيبل في المارشي، معناها اللي هما لي باغييغ نتاع لومولوغاسيون، نحن شفنا شنو لومولوغاسيون اللي هي 45 كيلومتر بارور فهمت، اي حاجه تفوت 45 كيلومتر بارور لازمها كارت غريز ومولوغي وكل شيء في الالكتريك معناتها خاطر ما يمشيوش بالنظام سي سي معناها. عملنا السكوتر نتاعنا اقل من 45 معناتها ليميتي 45 كيلومتر بارور، دونك ما تستحق حتى شيء، تستحق جوست اون اسيورونس معناتها من اي اسيورونس معناتها تمشي بالكونترا دو فونت نتاعك تاخذ اسيورونس وتسوق على روحك لا بيرمي لا حتى شيء. ما فيهاش رقم جوالين ولا ترقيم سلسله ولا غيره ما ثمش شيء. تو سكي تحت فيها معناتها نيميرو تشاسي نتاعها معناها هذاك هو اللي باش تاخذ به انت اون اسيورونس معناها. نعم. تبقى معنا باش تزيد تحكي لنا شويه على الفرصه هذه. كلمه الختام ليك استاذ سامي التميمي المفوض العام للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمه ايفرست. باسمي واسم منظمه ايفرست بوجه تحيه اجلال واكبار الى الشعب التونسي والى فخامه الرئيس على مجهوداتهم العظيمه وعلى المخرجات اللي تيكاد 8 وهذا النجاح الباهر، ونتطلع معكم لطرحه على أرض الواقع ما بعد تيكاد، احنا نتحدث كما تحدث ضيفك ما بعد تيكاد أرض الواقع المشاريع الشريع أن تكون ثابتة على أرض الواقع، ونتمنى أن تنهض البلد إن شاء الله بشبابها
وبقول في كلمتي الأخيرة، روتنا الحقيقة في بلدكم الطيب، شبابها الذين يبحثون عن رفعة بلدهم ليثبتوا للقاصي والداني أن سيرتهم العطرة سطرها التاريخ بأحرف من نور على عظيم أفعالهم ورفعة نسبهم وطيب أخلاقهم وعقولهم. فهذه الثورة التي ستبقي بلدكم عزيزة قوية شامخة برجالها. فأنا بوجه لهم تحية وبضم صوتي لكل صوت الشباب الواعد اللي مثل هيك، اللي بيطلع على انه يطور من نفسه ويطور من بلده ويطور من مشاريعه. تكاتفوا ونتمنى ان شاء الله ان تكون تونس هي عاصمة افريقيا او الوطن العربي اللي بيخرج منها الكفاءات العالية، وانا عارف انه هي بتخرج منها كفاءات عالية جدا. وان شاء الله بشكرك انت بشكل شخصي وبشكر القناة الوطنية على الاستضافة الجميلة. مرحبا بك وشكرا على تشريفنا ايضا بالحضور والتوفيق لكم في هذه التظاهرة الهامة. نذكر انها يوم 1 و2 سبتمبر القادم ستكون تظاهرة التجديد تحت اشراف رسمي تونسي. هي المهمة تحت اشراف رسمي تونسي. نعم سامي. تحت اشراف رسمي تونسي، هي مكملة للتيكاد وهي الختامية. نعم شكرا لك بالتوفيق. شكرا شكرا. ايضا نواصل في تقديم مختلف العناصر المسجلة متاعنا، وقمنا في الحقيقة من يوم الخميس الماضي بتقديم العديد من الروبورتاجات التي أنجزها الزملاء حول مؤتمر تيكاد 8 وكذلك التعاون التونسي الياباني ودور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأيضا ما قامت به من مشاريع في تونس من بينها محطة رادس لإنتاج الكهرباء. أيضا لابد من ذكر جسر رادس التاريخي الذي أنجز بالتعاون مع اليابان. نشاهد هذا الروبورتاج ثم نعود. الجسر المعلق رادس حلق الواد من أهم المعالم المميزة لتونس العاصمة، وهو أبرز ثمرة للتعاون التونسي الياباني، وقد ناهزت تكلفة إنجازه حوالي 141 مليون دينار، وقد تم تمويل 120 مليون دينار منها عن طريق قرض من البنك الياباني للتعاون الدولي، وقد تم إتمام إنجازه سنة 2009 بعد 5 سنوات من الأشغال، ويعتبر أكبر مشروع ثنائي بين البلدين والأول من نوعه في إفريقيا. ويقع الجسر في مياه بحيرة تونس، وقد سهل الربط للتنقل بين 3 ولايات وهي تونس وأريانا وبن عروس. ويتكون العنصر الأبرز في هذا المشروع من جسر معلق مشدود بكوابل مثبتة في برجين أساسيين علوهما 45 مترا فوق سطح البحر، ويرتكزان على أوتاد عميقة جدا ذات قطر يناهز المترين للوتد الواحد. ويعلو الجسر على سطح الماء بنحو 20 مترا مما يسمح بعبور مختلف أنواع السفن من تحته. كما يمكن الجسر الثابت الذي تصل حركة المرور فوقه إلى 25,000 عربة يوميا إلى جانب بقية مكوناته من الربط المباشر والسريع بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طبعا زملاء في التلفزة الوطنية، الفرق التقنية والإدارية والصحفية وفرق الإنتاج كلها تعمل يعني كخلية نحل هنا بمدينة الثقافة من أجل توضيب الأستوديو، من أجل استقبال الضيوف، من أجل دعوة الضيوف، من أجل ضمان حسن سير البث بطبيعة الحال إنجاحا وإسهاما من التلفزة التونسية في إنجاح مؤتمر تيكاد 8، وهو نجاح لتونس قبل كل شيء، نجاح لبلادنا في استقبال عديد قادة الدول، رؤساء الوفود، وزراء خارجية، وزراء أول، رؤساء مجلس نواب شعب، كلهم جاءوا إلى تونس على مدى يومين للمشاركة في هذه التظاهرة الدولية الكبرى.
نعود لك سي جمال القصيبي رئيس جامعة البناء والأشغال العامة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. كنا بصدد الحديث ربما عن الإشكاليات التي تعيق المستثمر التونسي كما الأجنبي. كيف أولا سؤالي وأنت بجانب شاب ناشئ وكفاءة إضافة إلى أعضاء فريقه طبعا في هذه الشركة الناشئة المختصة في صناعة العربات سكوتر يعني الكهربائي خلينا نقوله يعني اللي يشتغل بالكهرباء بالضبط. وانتم تصنعوا في البطاريات. ايوه باش نصنعوا فيهم الكل وسكوتر كامل. سكوتر كامل تونسي 100% تونسي. ان شاء الله نشوفوا احنا البروتوتيب نتاعه وان شاء الله نجيو في موجود هو اللوتر ونغطيه ان شاء الله نهار اللي يتم تسويقه. رايك سي جمال هو في هذه المبادرة هذا مستقبل تونس وهذا اللي نجمو نعملوه وهذا معناها راهي عينه معناها اللي نجمو نعملوه وهذا اللي لازم تعمل. انا عجبتني الفكره نتاعهم يقول لك باش نهرب من التعقيدات الاداريه خيرت نهبط 45 كيلومتر وكفى الله المؤمنين من شر القتال. بالضبط. شوف ميسالش خليه يعمل الخطوه هذه ومن بعدين ان شاء الله الاداره نتاعنا تتطور راهي فيها ناس متطورين. انا ما نحبش نظلم الشموع كما قلت لك المضيء في الاداره التونسيه. ان شاء الله نقدر الاداره نتاعنا اللي تعطل هذيك نعاود نقولها العقيمه العميقه ان شاء الله تضعف قدام الاداره العريقه العميقه ان شاء الله تضعف. وتو نمشيو لها تعرف ثم مثال اخر قبل كنا في الندوه نتاع الاستثمار وشباب تونسي معناها يخدم في قطاع الرقمنة في افريقيا ريال مو. انا مانيش من الناس اللي يقول احنا احسن ناس في العالم وشي يعمل كيف وكذا. هو دي انبهار معناها اللبنانيين والافريقيين بالشيء اللي عملوه هذايا نفس الشباب ما نجمش يخدم في تونس. انا عشتها مع الوزير السابق سي فاضل الكريم كيفاش يدور في الاداره باش بعض التراتيب الاداريه يبدلها باش نجموا يخدموا في تونس. نهارتها قال كلمة والعهد عليه يقول الشركة هذه نجمت تخدم مع البنتاغون أظن في أمريكا معناها هيئة معناها أمنية أمريكية وما نجمش تخدم في إدارة تونسية معناها عادية. ويعقد له ولا ولازمك تكون عندك الريفيرونس الفلانية ولازمك تكون عملت كذا وعندك كذا وكذا. راجل وزير واحد هو يدور من اداره لاداره بجاه ربي ونصور السيد الوزير الحالي قاعد يعمل في نفس الشيء. هذا اللي لازم نقبله توا باش الشباب هذايا ما نقصفولوش طموحه ونقولوا له بربي حد 45 كيلومتر في الساعه وفيه البركه. ايش انا احتضنك انا مهمتي نعاملك انا نحل لك المشاكل. وعلى فكره راهي هذه تعملت في قطاع الدواء. قطاع الدواء كانوا ما ياخذوا تم عندهم رخصه لا ما نسيت بالضبط اعتماد الاعتماد قعدوا عامين ثلاثة ودايخ في الإدارات. جاءت وقت عملوا دراسة مع الوزارة وكانوا معناها طفت على السطح الإدارة العميقة العريقة وليت الحكاية نزلت يظل لي 4 شهور ولا 6 شهور. وبهذيك عملوا قفزة في إفريقيا عملوا قفزة متاع تصدير في إفريقيا. هذا معناها خلينا الطموح متاعهم يطلع. هذا وين نحب نوصله. أنا ديما نعاود نقول إن شاء الله التيكات تكون لنا فرصة كيما اللي خلتنا معناها على المستوى الافريقي على الاقل والياباني حدث هام ومتتابع نواصلوا عليه باش نعطيه الاولويه للملف الاقتصادي والاجتماعي اللي ما يتطور الا بتطور الاداره وما يتطور الا بارجاع الكفاءات. وعندنا راهو طريقه باش نرجعوهم الكفاءات. هات برك الناس اللي عندها الفلس الناس اللي صحاب القرار الاخير يسمعونا اكثر ويشاركونا اكثر ويعطيهم فينا ثقه اكثر. تعرف توا في البلدان اللي تقدمت مثالش اللي كانت معناها تعتبر تونس مثال بعدين هربوا علينا عند بطريقه بسيطه. هذا اللي جان وهذا وزيد لجنه نقص لجنه عمل كذا كنا حاوه عملوا دي بلاتفورم نيميريك المشروع نتاعك باش تعدى وكذا 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 قدمها تمشي على روحك. احنا لازمك اللجنه الاولى والثانيه والثالثه وزيد واحده في الوسط معناها ان شاء الله هذا نتطوروا فيه. احنا هذا شيء نطمح له ونجموا نعملوه. بالضبط. تاكيد على كلامك معناتها معناتها تاكيد على كلام سي جمال هو بالرسمي نحن معناتها كدي جون
ما انت ديما نتناطحوا مع الاداره التونسيه العقيقه فهمت اما ديما ما انت قاعدين نشوفوا في تحسن راهو ما انت الحاجه الباهيه شوفوا في تحسن ديما ما انت شوفوا في كيما الجيشي يونيك انا كي حليت السوسيتي نتاعي وعندي سوسيتي صار حليتها في الجيشي يونيك معناها فهمت وهذيك نتصور ما انت خدمه ما انت ديما نشوفوا ما انت فما تحسن وتونس عندها ما انت القدره عندها القدره باش تكون ما انت من لي ليدور مونديال ما انت بولادها بليزيكسبيرتيز نتاعها باش تكون من لي ليدور مونديال في التيك وفي اي دومين معناتها يتطلب كما نقولوا دي انجينيور ودي اكسبيرتيز ودي ديزاينر واحد وكل معناتها علاش معناتها ديما نشوفوا لي انجينيور الكل برا وكل شيء اللي هما ينجموا يرجعوا لتونس وما فما حتى واحد حتى تونسي ما يحبش يرجع لتونس راهو نوعدك معناها ما فما حتى تونسي الحمد لله ما يحبش يرجع لتونس الحمد لله مهم جدا هذا لكن سي مالك يعني سي جمال القصيبي اعطانا صوره نوعا ما قاتمه على الاداره التونسيه و صور قلت واحده باهيه واحده مضيئه واحده الشموع المضيئه واعطيتنا الاداره العميقه اللي انت قلت عليها هذه العقيم والعقيم يعني بالنسبه لي كمال انت اصطدمت باجراءات وبتعقيدات من هذا النوع اي بيان سور اي هذاك نحن ما انت شو نحن نتعاملوا نتاقلموا نحن لي جون لازمنا نتاقلموا معناها عندك ان سيستم هذاك هو ما انت كيفاش يمشي انت لازمك ما انت تلوج كيفاش تلقى مثلا انت عبد باهي تحكي معاه واحد وكل يفسر لك بالباهي وتاعي كيما قال لك راهو فما دي زيليمون في الاداره ما انت تبارك الله عليهم في الاداره التونسيه في اي اداره تونسيه راهو تبارك الله عليهم انا نتذكر معناتها تسمع فما مدام نسيت اسمها الحقيقه اما في استغفر الله يا رب في اللابي كي يقول لك كتاب لابي ما انت جات فليتو معايا معناتها باش تلقى كتاب لابي قد هكا باش تلقى الكود معناها نتاع الخدمه نتاعك نتاع الاكتيفيتي نتاعك فهمت بالورقه تفلي معاه معناتها هذايا الاداره نوريك معناتها راهو فما عباد في الاداره تبارك الله عليهم معناها وهذوكم اللي التوبوس راهو كاجون انا العباد هذوكم اللي واحد اللي دزوني القدام معناتها باش نشوف عباد تمن بيا معناها فهمت ما تعرفنيش اول مره تشوفني قولها مثلا نحب نعمل كذا وكذا فهمت تعاونك تحب تدزك تحب كذا الله غالب كيما قال سي جمال فما معناتها دي تعطيلات وواحد وكل تحاول تتقلم معهم تحاول عنا الانرجي باش نفوتوهم معناها هذاك هو بكثير من الجهد والاراده وكذلك طموح الشباب وشعله الشباب دائما الوقاده ومثالش شوف انا اذا كنت تكلمت بحماس على خاطر كما امور حتى شخصيه انا البارح بنتي تزوجت اليوم مش تسافر لبرا انا نحب بنتي تخدم في تونس ان شاء الله مبروك يا سي جمال ثم امكانيه باش تخدم في تونس لكني للاسف كيف طاحت قيمه النشاط في القطاع نتاعها مضطره باش تهجر وزوجها كيف يخدم في قطاع الطب مضطر باش يهجر احنا هيك بنحبوا نرجعهم هيك الثروه معناها هذوما هذه ثروتنا هذوك اللي يموتون ويحيون نعم نعول كثيرا على شباب تونس وهو شباب الذي سيأخذ المشعل في الحقيقة على كل المستثمرين يعني كل أجيال المستثمرين إن شاء الله شباب يكون في مستوى هذه المسؤولية مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية المتواصلة منذ يوم الخميس الماضي التلفزة التونسية بكل وحداتها التقنية والإنتاجية والإدارية والصحفية وغيرها يعني ما نحكي لكمش على الجهد اللي بذلوه الزملاء في التحضير لهذا الموعد الكبير سواء في التلفزة التونسية سواء في مدينة الثقافة في نزل اللايكو وكذلك في قصر المؤتمرات وفي المطار الرئاسي يعني الناس الكل تخدم من الصباح لليل تجارب متكررة على مستوى التقنية على مستوى الأعداد وأيضا على مستوى الإدارة في الحقيقة على الأقل إن شاء الله تكونوا راضين على هذه التغطية وساهمنا في نقل صورة تيكاد كما هي إلى الجماهير داخل تونس وخارجها كل الشكر للزملاء بدون استثناء والشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة نلتقي في مواعيد كبرى بتونس تونس التي تستقبل كل ضيوفها بتبجيل باحترام بتقدير إلى اللقاء